السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، دو محرم الحرام ہیں، 3 اگست ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری عبدالعزیز فلاحی دیولوی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ ماشاء اللہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر صورت گجرات میں تجوید و قرات کے شعبے کے استاد ہیں، اور اس تلاوت کے لیے ہم مظاہر علوم کے استاد جناب قاری مسعود فلاحی صاحب کے نہایتی شکر گزار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم۔